السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب، خير إن شاء الله تعالى. طيب، بالنسبة للأخت قلت على أنها زارتنا في حصتين، صح؟ نعم. حصة، نبقى قبل، كيف تعرفت علي يعني الأخت في الرقية؟ هي تعرفت عليك، كنا شفنا واحد الفيديو غير صدفة نعم في فيسبوك، نعم و يعني وعجب لي هذاك الشيء، نعم وبقيت كتبع، وحنا يعني في ديك شافو حسيت بعد كتر عاد بحال اللي كتجيب شي حاجه ما نعرف كنحس شي حاجه. يعني أثناء استماعها للشريط الخاص الذي وضعته في الفيسبوك بدأ ينتابها شيء غريب، يعني نعم، حركة وكذا. حركه غريب، وكتهز ديك كترمي. بدأت يعني ترمي بهذا نعم يعني. طيب، جيد. طيب، بعدها قررت أن تأتي إلى نعم العلاج. قررت ان تاتي، قالت يعني خصني لابد نشوف هذا الرقي، نعم. خصني لابد ندير شي دواء ان شاء الله. طيب، ولما كانت تفكر في أن تأتي كانت تحصل لها بعض العراقيل، بعض نعم دائما نعم حتى تمنعه من عدم نعم المجيء. كنت ملي كن يعني كنجيبوها ندخلوها كتقول لا ما نمشيش، كانت ترفض أن تأتي، نعم، وهي ملي كتكون في الجلسة ديالها. تحب أن تأتي، نعم لكن لما تكون في يعني بكامل قواها يعني نعم تحب أن تأتي، لكن لما يكون يتملك هذا الجني أو يعني يرى أنها ستأتي نعم يعني يرفض هذا الأمر. يرفض، يعني يرفض. سبحان الله. طيب، خير إن شاء الله تعالى. طيب، بعدما أتت في الحصة الأولى والثانية وتبين أن عندها السحر والعاشق، قلت لما ذهبت إلى البيت حصلت أشياء غريبة. نعم حصلت، حصلت بزاف ديال الحوايج يعني. مثلا، منين في المغرب، نعم في المغرب يعني المهم هي كتعاوننا بزاف، نعم كتعاوننا باش نجبدو الأسحار، كتعاوننا نجبدو الحوايج، استخرجتم أسحار. استخرجنا كثير من الأسحار. طيب، حتى يعرف الناس مسألة أن الجني لما يضعف أو يسلم لله تعالى بعد الرقية هو يصير يساعد الناس في نعم استخراج الأسحار، نعم يعني استخرجتم أسحار كثيرة. كثيرة كثيرة. الحمد لله. والأسحار هذه أبطلتموها، نعم إن شاء الله. رميتموها. نعم رمينا. الحمد لله. يعني حتى أقول للناس لو أن كل الأسحار التي ممكن أن توجد لكانت يعني كثيرة جدا جدا. الحمد لله. طيب، وخرج الجن، خرج خرج الجن. ثلاثة أظن، صح؟ نعم بقي العاشق. العاشق. قلت أن الجن لما أرادوا الخروج أخبروكم بشيء، قالوا لكم مسألة الحادث الذي تعرض له، نعم ماذا قالوا؟ قالوا يعني ملي كان ماجي، ملي كان غيمشي تعرضوا ليه، داروا له واحد الحادثة، نعم يعني قلت حنا اللي قلبنا ديك الطوموبيل، حنا اللي درنا داك الشيء. نعم وفي الاخر نعم ملي سلموا قال لك طلبوا يسمح لينا، كانوا كيبكيو قال لكم واش محال، واش يسمح لينا محال. أي نعم. الجن لما ذهبوا إلى البيت كانوا يقولون نطلب، نحن من تسبب للراقي في الحادثة، ولما أسلموا كانوا يقولون نريد منه أن يسمح لنا لأن نحن نتسبب في هذا وهو ربما لن يسمح لنا. فنقول أن سامحتهم لأن هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، وليعلم الناس أن الجن يعني يكيدون بالمعالج وبالراقي حتى ما يصل إلى الهدف يعني. طيب، خير إن شاء الله تعالى. كنت قلت لي حصلت أشياء أخرى يعني. نعم ملي كنا يعني في أمريكا ديك الأخت في المغرب، نعم يعني حنا كنا كنتمناو يعني تجي عندنا، تجي عندنا. نعم في الأخت قالت لي راه الرقيجة نعم. جا عندنا للدار، ودار شي حاجة الدواء، ودار شي حاجة يعني ومشى. هل هي أنت تقول أن أختك يعني أختك رأتني، هل رأتني يعني في المنام، في المنام أم يقظة؟ نعم اليقظة. يعني كأن صورتي، نعم إنسان صورتي. أتاها في نعم صورتي نعم يعني كأني أنا، نعم وقرأ عليها القرآن قرأ القرآن و وأعطاها أدوية أسحار. نعم وأبطي الأسحار، نعم يعني هذا شيء غريب. يعني رأتني حقيقة يقظة في بيت عندكم في المغرب في الناظور، كأني أنا في هكذا بلباسي بقميص وكذا، وكأني أقرأ عليها وأبطي الأسحار. نعم لا فشي تشتاق تأتي إلينا. نعم. وبعدما ذهبت إلى فرنسا نفس الأمر نعم تكرر نفس معها. الأمر نفس الأمر. سبحان الله. طيب، خير إن شاء الله تعالى. وأختك هذه قلت أنها رأت رؤيا أن كانت عندها جمال كبير، نعم وبعده بدأ يذبل 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 نعم يذهب، نعم وبطبيعة الحال حتى في الحقيقة جمالها تغير تغير. نعم وقوتها يعني ضعفت يعني نعم ضعفت كثير كثير. سبحان الله. يعني هذا بتأثير هذا الجني العاشق. نعم طيب، خير إن شاء الله تعالى. قلت كذلك أن كان لما كانت تستمع إلى تسجيل الرقية التي كنتم تسمعون إياه، ماذا كان يحصل عندما تسمع لرقيتي على اليوتيوب أو التي سجلتموها لها؟ كتقول يعني كتقول هذا الشيخ يعني عنده الإيمان كبير، عنده الإيمان جهد، يعني ممكن في حوايج تقول يعني
يعني هو اللي كنشوف يعني هو اللي كنشوف اللي مجهد هنايا، نعم هو الحمد اللي لله. يعني كيد اللي يا اخي في اللي قال لك الناس ما كيخليوش، الناس نعم بزاف ما كيخليوش كيحسدوه، قال لك ولكن بإذن الله غادي، قال لك يعني لو كان لقاه هو يلقاه يعني كيفاش كيفكر يدوز المغرب كامل واحد مور واحد، سبحان الله، قال الله لك يدوز يصلح واحد مور واحد، صدقت والله. صح وقال لك يدوز واحد مور واحد، ولكن قال لك الناس ما كيأمنوش ما كيديروش هذوك الناس اللي كيهضروا هما اللي كيثيقوهم، اي فهمتي صح، داك الشيء. سبحان الله. طيب خير ان شاء الله تعالى. بالنسبه لاختك الان هي عليها، لانها بعيده الان، هي الان سافرت الى فرنسا، نعم صحيح، فعليها ان يعني لازم ان يكون بجانبها يعني احد الاقارب حتى يساعدها في العلاج، محارمها او اختها. لماذا؟ لان العاشق الان لما يصير في هذه، يعني هو يعلم الان انه صار وحيدا، الاعوان الذين كانوا يساعدونه اسلموا وخرجوا، فهو يعلم انه الان صار ضعيف، وبالتالي عندما ينفرد بها سوف يحاول ان يضاعف عليها العذاب حتى يجعلها تفكر ان لا تذهب الى العلاج. لان نعم هي كانت كتهرب، نعم كتشوف كتحل الباب كتهرب، هي واحد مرة زوج الأخ كانت تفير، تفتح الباب نعم وتفير تهرب في الشارع. كنردوها سبحان الله، كتهرب الذي فيه هذا هو نعم الذي كان يفر. نعم سبحان ربي العظيم، خير ان شاء الله جل وعلا. هي غير متزوجة هي؟ نعم غير متزوجة. طيب خير ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني قلت وجدتم اصحاب كثيره في البيت، كثير ولا زالت الان يعني في البيت عندكم خصومات وشحناء؟ خصومات لا، وخلافات اذا في هذا في الغالب يكون المعمرين، ولا او لا زال هناك اصحاب اخرى؟ فان شاء الله جل وعلا انا باذن الله تعالى يعني تاخذ موعد ان شاء الله الاخت، على اساس لما تاتي يكون عندها موعد، مع اني ان شاء الله تعالى كنت قررت ان لا اذهب الى يعني، ولكن ان شاء الله تعالى اذهب عندكم، ان الظرف هذه الحالات تستدعي ان نذهب، وإن شاء الله نستخرج ما بقي من أصحاب بإذن الله تعالى. تقريبا كم من نوع استخرجتم من السلاح تقريبا؟ كم سلاح تقريبا؟ أربعة، خمسة، ستة، أكثر؟ نوع مثلا؟ 60 70. سبحان الله. نعم مكتوب، مدفون، مدفون، معقود، مرشوش، معقود، مرشوش، كل هذا، مسكون. هذا الجان الذي كان فيها بعد الرقية الشرعية لما ذهبتم هو الذي كان يدلكم على نعم المكان، هو اللي كان يدل على في كل مكان كنتم تستخرجون نعم سحرا، سحر وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله رب العالمين، والله الحمد لله. حواء كان فيه واحد وهذا الجان الذين دلكم على الأسحار واستخرجتموها هم نفسهم الجان الذين قالوا أنهم تسببوا لي في الحادث نعم السير، نعم نفسهم، نعم نفسهم، وهم نفسهم الذين أسلموا، نعم أسلموا، ونفسهم الذين قالوا يجب أن تذهب إليه وأن تقول له أن يسامحنا، نعم ولهذا أتيت. نعم الحمد طيب لله. الحمد لله سامحتهم، ماذا تعاونوا معكم، فأنا الحمد لله ساعدتهم، يعني الحمد لله اننا كنا سلف الاسلام، اسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا، والحمد لله الله انجانا، ما حصلنا شيء في الحادثه، الحمد لله رب العالمين. طيب بشر اختك ان شاء الله وقت ما اتت تدخل، الوقت اللي غتجي فيه غادي يدخل بدون موعد، مفهوم؟ لان الان حاله يعني مستعجله، وان شاء الله تعالى ماذا ان شاء الله تعالى الامر هكذا في البيت، فملي غتجي ان شاء الله تدير الرقيه انا غاعطيكم موعد يكون قريب جدا، وامشي معكم ان شاء الله الناظور حتى ان شاء الله يخرج هذا العدو، هذا العاشق باذن الله تعالى. فان يسر الله عز وجل، يعني كانت بعد رمضان بعد عيد الاضحى ان شاء الله تعالى بايام باذن الله عز وجل ان شاء الله تاتي ان شاء الله، ونكمل الامر باذن الله. جزاك الله خيرا، الحمد لله، السلام عليكم ورحمه الله.